السلام عليكم اخواني واخواتي في الله. اذا في هذه الحلقه هذه غادي نديرو تتمه طبيعه الحال الدرس ديالنا اللي هو لي ماتيريو دو كونستركسيون مع الفقره ديال ليتيو. دونك ليتيو من سميه بيني هما الانابيب، هما التيو اللي كنعرفو. اذا هذه باينه ليتيو اللي قلنا كينقسموا لجوج الانواع، تيو اون ارجيل فيرو ودغ. تيو اون ارجيل فيرو اللي هما انابيب الطين الحديديه، فيرو بمعنى الحادي، هذه باينه. اذا بعض المرات كنشوفوا دوك الانابيب، دوك الكوادز اللي كيكونوا نازلين من السطح، هذوك تيو اون ارجيل فيرو كيبانوا لكم انهم من لارجيل يعني من الطين، في نفس الوقت هما قاصحين. علاش قاصحين؟ لان داخل فيهم الحادي مازيان. بالنسبه لتيو اون ارجيل فيرو، سي تيو سون دي تيو فابريكي ا بارتير دان ميلونج دارجيل اي دو شال qui a été soumise à une température élevée pour obtenir une vitrification, ce qui donne une céramique dure et inerte. بمعنى ان هاد الانابيب هادو هما مصنوعين انطلاقا من واحد الخليط ديال الطين بطبيعه الحال والصخور، والصخور اللي تعرضات يعني هاد الطين والصخور اللي تعرضوا لواحد الحراره عاليه، درجه الحراره مرتفعه تمبيراتور ايليفي pour obtenir une vitrification. بمعنى ان باش نحصلوا على واحد التزجيج باللغه العربيه كنقولوا، يعني vitrification جات من الزجاج، فيتروز جات من الزجاج، باش نحصلوا على هذا التزجيج اللي كيعطينا عباره عن سيراميك. كما كنشوفوا كما كنعرفوا السيراميك هو عباره داير بحال الزجاج، داكوغ. سيراميك دور اي انيرت صلبه، سيراميك صلب وخامل. دونك هذا بالنسبه لتيو اون ارجيل فيرو، هذه واضحه. دونك النوع الثاني اللي هو دغان، دغان اللي هو باللغه العربيه المصارف، لكن ماشي المصاريف اللي كنعرفوا ديال الفلوس وكذا، لا، دغان جايه من المصارف بمعنى انابيب الصرف الصحي. لي تيو دو دغيناج انابيب الصرف الصحي، سون دي تيو كورت اي بورو اون ارجيل كويت non vitrifié employé pour effectuer les travaux de drainage dans des terrains riches en eau. Donc هاد انابيب صرف صحي هما انابيب اللي هما كورت قصار و بور مسامير، داكوغ، من الطين، هادي معروفه. non vitrifié بمعنى انها غير زجاجي عفوا. employé pour effectuer les travaux de drainage dans des terrains riches en eau. بمعنى ان هاد لي تيو كنستعملوهم للقيام باعمال الصرف الصحي في الاراضي اللي هي غنيه بالمياه، بحال التيرانات غالبا كيكونوا غنيين بالمياه. اذا هذه واضحه. هذا بالنسبه لي تيو اللي هو سهل جدا، يعني الانابيب شي حاجه اللي سهله، يعني باختصار جوج انواع اللي غادي تعقلوا عليهم والتعريف ديالهم باختصار، يعني اختصرتهم لكم هكا باش دغيا تفهموا. وحاولت انني نقصر يعني الفيديو ما يكونش طويل باش ما تملوش. دونك نتمنى لكم التوفيق. اذا الى